تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخالص العزاء للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال، معربا عن تضامن المجلس الكامل وداعيا أن يلهمهم الله أو يلهم الله أسر الضحايا الصبر والسلوان وبالشفاء العاجل للمصابين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب. باسمي وباسمكم جميعا اسمحوا لي أن أتوجه بخالص العزاء والمواساة للشعب السوري الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا الشقيقة الأسبوع الماضي، وإننا في هذا المصاب الأليم الذي هو مصابنا جميعا نؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب السوري الشقيق، سائلين الله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين